بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء واتم المرسلين نبينا محمد عليه افضل صلاه واتم تسليم ابناء الطلاب بنات الطالبات اسعد الله اوقاتكم بالخير والمسرات معكم معلمكم الاستاذ علي القحطاني ويرافقني في لغه الاشاره زميلي الاستاذ محمد الاكلبي اليوم بمشيئه الله راح نستكمل معكم دروس ماده الرياضيات للصف الثالث الابتدائي اليوم بمشيئه الله لدينا درس جديد وهو استقصاء حل المساله ولكن قبل ما نبدا بهذا الدرس يا ابطال نتذكر هذا الواجب نعم الله يسعدكم نحل هذا الواجب السابق وبعدها بمشيئة الله ننطلق في درسنا يلا ناخذ القلم مع بعض يا أبطال أسعدكم الله نقرأ سؤال كم رجلا لعشرة جمال وخمسة خراف عشرة جمال وخمسة خراف ما رأيكم يا أبطال كيف نستطيع حل هذا السؤال ها يا أبطال بارك الله فيكم كيف نستطيع حله نكتب جملة ضرب صح ولا لا ولكن قبل ما نكتب جملة ضرب كم رجلا للجمل؟ أربعة، وكم رجلا للخروف؟ كذلك أربعة، صح ولا لا؟ بارك الله فيكم، إذا عدد أرجلها نفسها، إذا لو قلنا يا أبطال كم رجلا للجمل؟ أربعة، صح ولا لا؟ أربعة وعندي كم جمل؟ عندي عشرة جمال، إذا راح أقول عشرة مضروبة في كم؟ في أربعة، كم تساوي يا أبطال؟ مبدعين، أربعون، بارك الله فيكم طيب يا أبطال هذه الخاصة بالجمال طيب الخراف كم رجلا لها نكتب جملة ضرب كم عندي من خروف عندي خمسة خراف بضربها في عدد أرجلها كم عدد أرجلها أربعة خمسة مضروبة في أربعة كم تكون يا أبطال. مبدعين الله يسعدكم عشرون خمسة ضرب أربعة عشرون طيب لو نبغى نجمعها عدد الأرجل كلها نقول الجمال أربعون والخراف عشرون إذا جمعناها كم تكون ستون بارك الله فيكم أسعدكم الله طيب ننتقل للسؤال اللي بعده كم عينا وأذنا لعشر بقرات كم عينا وأذنا لعشر بقرات البقرة الواحدة كم معها عين عينان وكم معها أذن أذنان صح ولا لا؟ اذا يا ابطال لو قلنا عندنا عشر برق عشر بقرات الان يا ابطال أضربها بعدد الاعين، عدد الاعين كم؟ اثنان عشرة ضرب اثنان كم؟ عشرون صح ولا لا؟ طيب عرفنا انه لها عشر عشرون عينا، طيب يا ابطال كم آه الان بنجيب عدد الاذان عندي عشر بقرات نضربها بعدد الاذان، كم لها اذن؟ لها اذنان صح ولا لا؟ اذا عشرة ضرب اثنان عشرون إذا لعشر بقرات عشرون عينا وعشرون إذنا صح ولا لا ولو بغينا نجمعها كلها فنقول عشرين زائد عشرين كم يا أبطال أربعين بارك الله فيكم إذا اسمحوا لي نمسح الآن وننتقل إلى درسنا لهذا اليوم اليوم بمشيئة الله راح نستعرض مجموعة من التدريبات اللفظية الهدف من هذه هي أن نحلها ولكن بالبحث عن الخطة المناسبة لحل المسألة راح يكون المجال متاح لك أنك تختار الخطة المناسبة لحل أي سؤال من هذه الأسئلة جاهزين يا أبطال بارك الله فيكم خلونا نأخذ هذا المثال ماهر الآن لدينا هذا المثال راح نطبق عليه الخطوات الأربعة خطوة خطوة وسنرى ماهر أنا طالب في الصف الثالث وسوف أذهب مع أستاذي وزملائي في رحلة وسنأخذ معنا ست حافظات للطعام في كل حافظة خمس وجبات هذا كلام ماهر المطلوب ما هو ما عدد الوجبات في الحافظات الست هل نستطيع نحله نعم نستطيع نحله ولكن لابد أن يطبق الخطوات الأربع أول خطوة ما هي يا أبطال أفهم 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 ماذا أعطاني وماذا يريد مني نشوف مع بعض يا أبطال في هذا السؤال بارك الله فيكم الآن ماهر طالب في الصف الثالث راح يذهب مع أستاذة وزملاء في رحلة هذه معلومات كلها كذلك سيأخذ معه كم ست حافظات للطعام هذه المعلومة الأولى في كل حافظة خمس وجبات هذه كذلك معلومة أخرى صح ولا لا, لا لاحظوا أشرنا إليها سيأخذ ست حافظات في كل حافظة خمس وجبات المطلوب ما هو يا أبطال ما عدد الوجبات في الحافظات الست هذا هو المطلوب صح ولا لا بارك الله فيكم أشرنا إليه في خطوة إفهم الآن فهمت السؤال صح ولا لا ننطلق للخطوة التي بعدها ما هي الخطوة التي بعدها يا أبطال بارك الله فيكم وخطط أضع خطة مناسبة ما رأيكم ما هي الخطة المناسبة اختر اي خطة تراها مناسبة وستوصلك للحل، اما انك ترسم او تمثل او تستخدم الانماط او تكتب جملة ضرب او تكتب جملة جمع بالطريقة اللي انت تراها مناسبة ستوصلك للحل، حل وطبق ومن ثم ستتأكد في خطوة ستحل في خطوة الحل ثم تتأكد في الخطوة الاخيرة من اتحقق. اذا يا عبدالله نرى هنا في هذا السؤال استعمل خطة رسم صورة لحل المسألة، هنا في الكتاب وضع انه راح يستخدم رسم صورة، خلونا نشوف كيف راح يرسمها يا ابطال. لاحظوا الان بدأ يحل، بدأ ينفذ الخطة اللي هو قالها صح ولا لا؟ ارسم صورة تمثل المسألة وتبين الصورة، عندنا ست حافظات داخل كل حافظة خمس وجبات صح ولا لا؟ إذا رسم هنا ستة دوائر زي ما تشوفون يا ابطال داخل كل دائرة وضع خمس قطع داخل كل دائرة خمس قطع صح ولا لا؟ هذه فهي تمثل جملة الضرب ستة ضرب خمسة طيب كم تساوي يا أبطال؟ لو عديناها جميعا سنجد أن عددها ثلاثين إذا ستة ضرب خمسة ثلاثين صح ولا لا يا أبطال؟ إذا نستطيع نقول أنه سيأخذون معهم ثلاثون وجبة من الطعام هل انتهى الحل يا أبطال؟ لا لم ينتهي باقي خطوه، من يقول لي ما هي؟ ممتازين الله يسعدكم، اتحقق من حلي، اتحقق من حلي، التحقق من الحل كيف يكون يا ابطال؟ احل بطريقه اخرى صح ولا لا؟ او احل بطريقه عكسيه، اعود عكسيا. فاذا وصلت الى نفس المعطيات خلاص حلي صحيح، اختر الطريقه اللي تناسبك. خلونا نشوف هنا وش اعطانا. يقول ارجع للحل استعمل استعمل الجمع المتكرر للتحقق من صحة هنا خلاص بيستخدم طريقة ثانية الجمع المتكرر عشان يتحقق من صحته فقال وشو عندي أنا ست حافظات كل حافظة بها خمسة إذا هذه الحافظة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة وضع خمسة زائد خمسة زائد, خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة تساوي كم تكرار الجمع ثلاثين خمسة زائد خمسة عشرة زائدا خمسة خمسة عشر زائدا خمسة عشرون زائدا خمسة خمسة وعشرون زائدا خمسة ثلاثون بارك الله فيكم إذا وصلنا لنفس النتيجة إذا حلنا صحيح سهلة ولا صعبة مبدعين يا أبطال يلا نبدأ بالتدريبات مع بعض أسعدكم الله ونبدأ ننفذ الآن السؤال يقول اختر الخطة المناسبة لحل المسألة الآن هنا يا أبطال يشير لنا قبل ما نبدا بالسؤال يشير لنا الى مجموعه من الخطط يوضحها لك يقول اختر خطه لحل المناسبه امثلها ارسم صوره ابحث عن نمط كذلك من يعطينا من الخطط ممكن اكتب جمله ضرب ممكن اكتب جمله جمع صح ولا لا يا ابطال ممكن ماذا جمع المكرر زي قبل شوي في التحقق صح ولا لا؟ اختر الطريقه اللي تناسبك عندك طرق كثيره لاحظ السؤال واقرأه افهمه افهم المعطيات وافهم المطلوب ومن ثم ابحث عن حل أو خطة راح توصلك إلى الحل بطريقة سهلة لك. هذه متاحة لك يا بطل. اختر الخطة اللي تناسبك. اليوم احنا وحنا بنحل مع بعض بنحاول نختار خطة ولكن ونفترض أنه أنت ترى في خطة أخرى راح توصلك نفس الحل إذا نفذها. بارك الله فيكم. يلا نبدأ في السؤال. الآن لدينا هذا السؤال في الموقف خمسة عشرة سيارة بيضاء وثمان سيارات سوداء وإثنا عشر سيارة مختلفة الألوان كم سيارة في الموقف؟ ما رأيكم؟ كيف أستطيع أن أحل هذا السؤال؟ لا بد أطبق الخطوات الأربع الخطوة الأولى ما هي؟ أفهم السؤال يلا نفهم السؤال مع بعض يلا يا مبدعين أخذ القلم وأبدأ أخطط المعطيات والمطلوب في الموقف خمسة عشر سيارة بيضاء موقف سيارات بها خمسة, آه خمسة عشر سيارة بيضاء وثمان سيارات سوداء واثنا عشر سيارة مختلفة الألوان خمسة عشر سيارة بيضاء ثمانية سوداء ومختلفة الألوان عددها كم اثنا عشر سيارة خلاص يا أبطال ثم هنا بدأ يطلب كم سيارة في الموقف هل ذكر كم سيارة لونها كذا؟ لا، قال كم سيارة في الموقف؟ إذا يبغى كل السيارات صح ولا لا يا أبطال؟ خلاص هنا فهمنا هذا السؤال، فهمنا ماذا أعطانا فيه وماذا يريد، إذا ننتقل للخطوة الثانية أختار خطة مناسبة يلا يا أبطال ما رأيكم؟ ما الخطة المناسبة حتى نوجد جميع السيارات اللي في الموقف هيا يا أبطال ما رأيكم؟ هل نمثل هل نرسم صورة؟ هل نكتب عبارة؟ يا ابطال جملة جملة جمع؟ هل نكتب جملة ضرب؟ ما رأيكم؟ هل نستخدم الأنماط؟ مبدعين الله يسعدكم، نستطيع، اختاروا الخطة اللي ترونها مناسبة لكم، قد بعض الأحيان نختار خطة وتكون غير مناسبة، متى؟ إذا طلعنا بحل ورحنا نتحقق بطريقة أخرى وجدناه مختلف هنا وش نقول؟ لا خطتنا غلط أرجع وأعدلها صح ولا لا؟ طيب يا أبطال هنا يا أبطال لدينا مثل ما قلنا خمسة عشر سيارة بيضاء وثمانية سوداء وإثنى عشر سيارة مختلفة الألوان نبغى نعرف عدد هذه السيارات كلها إذا ماذا نفعل؟ نجمع صح ولا لا؟ نجمع الأعداد الثلاثة جمع ثلاثة أعداد إذا يا أبطال نكتب جملة جمع يلا يا أبطال أو عبارة جمع إذا وضعنا الخطة يا أبطال راح نكتب جملة جمع جميل. الآن نبدأ ننفذ هذه الخطة يلا يا أبطال أحل هذه الخطوة الثالثة أبدأ وش أقول يا أبطال كم عندي سيارة بيضاء خمسة عشر سيارة بيضاء طيب كم سيارة سوداء ثمان سيارات صح ولا لا طيب يا أبطال كم سيارة مختلفة الألوان اثنا عشر سيارة إذا نكتب هنا اثنا عشر سيارة إذا نجمع الثلاثة أعداد هذه يا أبطال وسنحصل على مجموع سيارات في الموقف جاهزين؟ يلا نبدأ مع بعض نبدأ ننفذ حلنا خمسة زائد ثمانية يا أبطال كم؟ ثلاثة عشر ممتازين ثلاثة عشر زائد اثنان خمسة عشر ممتازين طيب خلوني بذكركم شوية أبطال إذا جاتنا جمع ثلاثة أعداد مو هو بأفضل لي أني أدور اللي تكون عشرة سهل لي الحل صح ولا لا هل في عددين تكون عشرة نعم الثمانية والثنين صح ولا لا لو جمعناها مع بعض كم عشرة عشرة زائدا خمسة كم تكون خمسة عشر إذن أكتب خمسة عشر هل أكتبها كاملة هنا؟ لا أكتب خمسة وأعيد تجميع عشرة من الأحد بواحد في العشرات وأضعه هنا طيب الآن أبدأ أجمع خانة العشرات واحد زائد واحد اثنان اثنان زائد واحد ثلاثة إذا نكتب هنا ثلاثة كم عدد السيارات يا أبطال بارك الله فيكم هاي مبدعين كم عدد السيارات؟ مبدعين بارك الله فيكم خمسة وثلاثون سيارة خمسة وثلاثون سيارة إذا وصلنا للحل وصلنا للحل هل انتهى الحل يا أبطال لا باقي لنا خطوة خطوة ما هي أتحقق من حلي أتحقق من حلي ما رأيكم إما أني أستخدم يا أبطال بارك الله فيكم طريقة عكسية أو أستخدم طريقة أخرى للحل حتى توصلني للحل، يلا خلونا نستخدم طريقة عكسية، الآن إحنا قلنا 35 سيارة، لو قلنا طرحنا منها السيارات المتعددة الألوان اللي هي 12، ومن ثم طرحنا السيارات السوداء، كم يبقى عندنا؟ يفترض يبقى عندنا عدد السيارات البيضاء، صح ولا لا؟ يلا مع بعض، عندي 35 أضعها في ذهني، بطرح منها كم سيارات مختلفة الألوان 12 جاهزين يا ابطال 35 ابى اطرح منها 12 ابدا اول شيء اطرح اثنين يلا 35 ننزل تدريجيا حتى نازل كم 34 33 وثلاثون وثلاثون وصلنا 33 يلا باقي من 12 باقي 10 ننزل يلا 32 31 30 كم يا ابطال 29 28 عد تنازليا قلنا كم 29 صح او 28

تسعة عشر كم ثمانية عشر سبعة عشر ستة عشر خمسة عشر إذا طرحنا السيارات متعددة الألوان ثم طرحنا السيارات السوداء بقي لدي خمسة عشر هل هي عدد السيارات البيضاء عددها خمسة عشر عفوا نأخذ القلم بس هل عدد السيارات البيضاء خمسة عشر نعم إذا حلنا صحيح يا أبطال نكتب هنا يا مبدعين الإجابة هي خمسة و 30 سياره سهله ولا صعبه يا مبدعين بنكون كذا حققنا الخطوات الاربعه كامله طيب اسعدكم الله نمسح الان وننتقل الى السؤال التالي اسعدكم الله لدينا هذا السؤال بارك الله فيكم نقراه مع بعض ومن ثم نبدا بتنفيذ الخطوات الاربعه دفع محمد 20 ريالا ثمنا لتذكر الدخول مدينة الألعاب فإذا تناول وجبة الطعام كما في القائمة أدناه هذه القائمة اللي هنا يا أبطال هي الفاتورة اللي دفعها محمد ثمنا لوجبة الطعام التي أكلها فهل سيدفع ثمنا للوجبة أكثر من ثمن دخول مدينة الألعاب يا أبطال طيب سؤال جميل تحتاج نطبق الخطوات الأربعة يلا خلونا نبدأ في الخطوة الأولى أفهم يلا نبدأ نأخذ القلم ونروح نقرأ قراءة تأني قراءة فهم نحدد المعطيات والمطلوب دفع محمد 20 ريالا ثمنا لتذكرة الدخول دفع كم؟ 20 ريال تذكرة الدخول طيب يقول إذا تناول وجبة الطعام كما في القائمة أدنى هذه القائمة هو ثمن قائمة الطعام اللي أكلها وجبة الطعام شطائر خمسة عشر ريال بطاطس 8 ريالات عصير سبعة ريالات المطلوب هنا يقول لك فهل سيدفع ثمنا للوجبة أكثر من ثمن تذكرة الدخول ووضح إجابتي هل اللي بيدفع للوجبة أكثر من ثمن الدخول كم ثمن الدخول ثمن الدخول عشرين ريال هل سيدفع أكثر من عشرين ريالا ما رأيكم للإجابة لهذا السؤال لابد أن نضع خطه ما هي الخطه المناسبه يا ابطال برايكم الله يسعدكم ممتازين نجمع قائمه الطعام ومن ثم نقارنها مع ثمن تذكره الدخول فاذا كانت اكثر من ثمن تذكره الدخول نقول نعم واذا كانت اقل نقول لا واضح يا ابطال اسعدكم الله يلا بارك الله فيكم الان خلصنا مرحلة الفهم مرحلة التخطيط الآن نبدأ بالخطوة التالية نحل هذا السؤال طبعا مثل ما أكدنا يا أبطال أنت هنا تختار الطريقة التي تناسبك لا تنسى هذه النقطة استقصاح للمسألة أنك تبحث عن أفضل طريقة توصلك للحل خلونا نبدأ في طريقتنا الآن سنجمع ثمن قائمة الطعام خمسة عشر زائدا ثمانية زائدا سبعة يلا يا أبطال نبدأ نبدا بسم الله خمسة عشر ريالا مضافا اليها 8 ريالات مضافا اليها سبع ريالات كم ثمن وجبه الطعام بعد ذلك سنقارنها مع ثمن تذكرة الدخول خمسة عشر زائدا ثمانية إذا جمع تصاعد خمسة عشر في ذهني و ثمانية في يدي أعد تصاعديا ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون طيب ثلاثة وعشرون راح نضيف عليها سبعة يلا ثلاثة وعشرون في ذيني وسبعة في يدي يا أبطال بعد ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون سبعة وعشرون ثمانية وعشرون تسعة وعشرون ثلاثون إذن ثمن فاتورة الطعام محمد ثلاثون ريالا. الآن يا أبطال نبغى نجري مقارنة صح ولا لا أيهما أكبر ثمن تذكرة الدخول الدخول وهنا بنكتب الطعام. طيب الدخول كم عشرون ريالا. الطعام كم ثمنه؟ أعتذر خلوني أضع فاصل بينها. طيب يلا يا أبطال. الطعام كم ثمنها؟ ثلاثون ريالا من الأكبر يا أبطال؟ ثمن تذكرة الدخول أم الطعام؟ الطعام بارك الله فيكم أكبر لأن الثلاثين أكبر إذا نقارن ونضع علامة ماذا؟ علامة أصغر من صح ولا لا؟ ثمن تذكرة الدخول عشرون ريالا أصغر من ثمن وجبة الطعام التي أكلها محمد صح ولا لا يا أبطال؟ بارك الله فيكم الله يسعدكم سهلة ولا صعبة؟ حليناها طيب باقي الإجابة هل سيدفع ثمنا للوجبة أكثر من ثمن تذكرة الدخول؟ نقول نعم صح ولا لا؟ طيب هل نكتبها ننتظر الآن يا أبطال نبغى نتحقق من حلنا الخطوة الأخيرة لدينا يا أبطال الحل حلنا باقينا نتحقق كيف نتحقق يا أبطال؟ باستخدام طريقة أخرى ننفذ طريقة أخرى نتأكد الآن إحنا قارنا بين تذكرة الدخول وقائمة الطعام وقيمة وجبة الطعام بالمقارنة وجدنا أنه ثمن تذكرة الدخول أقل ليش؟ لأنه عندما جمعنا فاتورة الطعام كان قيمتها كم؟ ثلاثون ريالا طيب ثلاثون نبغى نطرح منها يا أبطال الآن نطرح منها ثمن العصير يلا خلونا نحل بطريقة عكسية ثمن العصير ونتأكد 30 خم... ريال بنطرح منها 7 يلا عد تنازلي هذه السبعة يا ابطال نطرحها من ال 30 تنازليا طرح تنازليا لا ننسى 29 28 27 26 26 وصلنا خلاص سبعه طرحناها صح ولا لا عفوا 26 اعيد يا ابطال عذرا 30 ابطرح منها 7 هذه السبعة اذا نقول 29 28 26 25 24 23 خلاص يا ابطال وصلنا كم؟ 23 اذا يا ابطال 23 بنطرح منها 8 يلا اذا كان الباقي 15 اللي هو ثمن الشطائر فحلنا صحيح انه ثمن التذكره 30 يبقى لدينا نتاكد من المقارنه خلاص يا ابطال يلا 23 نطرح منها 8 هذه 8 23 في ذهني خلاص ابنزل تنازليا اللي اقل من 23 كم؟ 22 21 20 كم يا ابطال؟ 19 18 17 16 15 المتبقي 15 وهو ثمن الشطائر اذا حلنا هنا انه ثمن الوجبه 30 صحيح وال 30 اكبر من ال 20 فاجابتنا صحيحة يا أبطال، إذا نكتب الإجابة كالتالي يا أبطال هنا نقول نعم، توضيح ذلك وضحناه تو بالجمع والمقارنة، صح ولا لا؟ أسعدكم الله، طيب الآن يا أبطال ننتقل للسؤال التالي أسعدكم الله في محل بيع أسماك الزينة ستة أحواض في كل منها خمس سمكات فإذا باع المحل بعض الأسماك وبقيت لديه 22 سمكة فكم سمكة باع هذا سؤال كذلك إضافي هنا تلميح لبعض الخطط ونستطيع استخدام أي خطة ترونها مناسبة كتاب كتابة عبارة ضرب كذلك يا أبطال الأنماط الرسم صورة التمثيل الشبكات أي طريقة أن تراها مناسبة بارك الله فيكم يلا نبدأ بالخطوة الأولى وهي أفهم أفهم السؤال أخذ القلم وأبدأ نبدأ نقرأ قراءة فهم في محل بيع أسماك الزينة ستة أحواض محل بيع أسماك الزينة لديه ستة أحواض في كل حوض خمس سمكات في كل حوض منها خمس سمكات فإذا باع المحل هنا لحظة معلومة جديدة فإذا باع المحل بعض الأسماك باع بعض الأسماك وبقي لديه اثنان وعشرون سمكة كم باع؟ ما ندري كم باع لكن بقي لديه اثنان وعشرون سمكة فكم سمكة باع؟ هنا نبغى نعرف كم سمكة باع ما رأيكم يا أبطال؟ سهلة؟ سهلة إن شاء الله نضع الآن نبغى نعرف كم عدد الأسماك اللي انباعت نروح الآن ونضع لنا خطة يا أبطال بعد ما فهمنا خطتنا ما رأيكم؟ شو رأيكم نستخدم رسم صورة؟ بعد ما نرسم الستة احواض نضع فيها الاسماك سنضع نقاط تمثل الاسماك بعد ذلك نستطيع ان نحدد 22 سمكة هذه التي بقيت في المحل ونعد الباقي خلاص يا ابطال الباقي هو اللي ينباع صح ولا لا يا ابطال؟ بارك الله فيكم يلا خلونا هذه خطتنا اللي بنستخدمها يلا نبدا ننفذ هذه الخطة يا ابطال في خطوة الحل الان سأضع هذا الحوض الاول وهذا الثاني عفوا نمسحه بس نعدله يا ابطال وهذا الحوض الثاني الحوض الثالث الرابع الخامس والسادس لدينا سته احواض الان ساضع داخل كل حوض كم يا ابطال خمسه نقاط تمثل خمسه اسماك طيب هنا وكذلك خمس نقاط أخرى هنا وخمس نقاط أخرى هنا وخمس نقاط أخرى هنا وخمس نقاط أخيرة في الحوض السادس سأضعها بهذا الشكل طيب إذا لدينا ستة أحواض في كل حوض خمسة أسماك طيب يا أبطال نبغى نعرف يقول لك في الحوض كم يا أبطال الواحد خمسة أسماك وعندي ستة أحواض يقول لك باع مجموعة من الأسماك ما نعرف كم عددها نبغى نعرف عددها يقول لك وبقي لديه 22 سمكة ايش رايكم نعد 22 سمكة ونحددها وبعدها الباقي نقول هذا نباع ونعد الباقي يلا نبدأ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، هذا اللي علمناها بالعلامه الحمراء هذه الاسماك اللي باقي في المحل. طيب اللي ما علمناها هي الاسماك اللي انباعت، خلونا نجمعها، يلا يا ابطال، بارك الله فيكم نجمعها، في هذا الحوض كم باقي؟ باقي ثلاث سمكات، وهذا الحوض خمس سمكات، اذا اللي انباع كم يا ابطال من الحوض الخامس ثلاث سمكات ومن الحوض السادس خمس سمكات اذا ثلاثه زائد خمسه كم يا ابطال ثمانيه ممتازين الله يسعدكم وصلنا للحل وصلنا له طيب نبغى الان الخطوه التاليه يا ابطال بارك الله فيكم وشي اتحقق طيب ابغى اتحقق من حلي هل عندي طريقه اخرى نعم اقدر اكتب جمله ضرب يا ابطال واقول سته ضرب خمسه كم ها يا ابطال سته ضرب خمسه ممتازين سته ضرب خمسه تساوي كم ثلاثون هذا عدد الاسماك كلها طيب الثلاثون سمكه هذه نبغى ننقص منها اثنين وعشرين سمكه اللي بقت في المحل عشان اعرف كم الاسماك اللي انباعت صح ولا لا اذا اعطاني نفس النتيجه اللي هي ثمانيه فاجابتنا صحيحه طيب يلا يا ابطال نقول ثلاثين مطروحا منها اثنان وعشرون بارك الله فيكم خلوني امسح هنا عشان اوسع لها وانا احل بشكل مناسب خلاص نمسح هذا التمثيل او الرسم يا ابطال طيب الان بارك الله فيكم نطرح صفر مطروح منه اثنين ما نقدر صح عدد صغير اذا نروح ناخذ من العشرات واحد ونعيد تجميعه بكم بعشرة في الأحاد وهذه تشطب ويبقى لدينا اثنان طيب عشرة مطروحة منها اثنان كم يا أبطال عشرة ونقص منها اثنين ثمانية ممتازين يا أبطال طيب اثنين مطروح منها اثنين اللي هي قائمة العشرات أو عمود العشرات صفر صح ولا لا إذا كم الناتج هنا يا أبطال عدد الأسماك اللي انباعت ثمانية نفس الحل إذا إجابتنا صحيحة صح ولا لا يا أبطال وتحققنا من حلنا بارك الله فيكم إذا نجيب هنا فكم سمكة تنباع باع ثمان سمكات سهلة ولا صعبة يا أبطال أسعدكم الله بارك الله فيكم طيب يا مبدعين لدينا بعض الأسئلة الباقية سأتركها لكم بارك الله فيكم حتى تدربون عليها ولكني أوضح لكم بعض الأفكار البسيطة في هذا السؤال وأترك لكم الباقي تنفذون نفس الخطة تنفذون الخطوات الأربعة أفهم أخطط أحل ومن ثم أتحقق ولكن يا أبطال الآن هذا السؤال لديك هنا خمسة كتب وهنا ما يوازيها ويقول متساوي اقرأ وافهم ثم طبق إلى هنا يا أبطال أترك لكم هذه الأسئلة تناقشونها وتحلونها بمشيئه الله ونلتقيكم الحصه القادمه على خير، كان معكم معلمكم الاستاذ علي القحطاني ورافقني في لغه الاشاره زميلي الاستاذ محمد الاكلبي نراكم على خير في امان الله.